أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, welcome in English revision. أعزائي طلاب الثانوية العامة، أهلا بكم في مراجعة ثانوية امتحانات الثانوية العامة. Dear students, after we finish passage number one, we will go through passage number two. أعزائي الطلاب، بعد ما خلصنا القطعة رقم واحد، تعالوا مع بعضينا نشوف قطعة رقم اثنين، قطعة الكومبرهنشن، قطعة الفهم. Many people describe slums in Egypt as a ticking time bombs, waiting to explode at any minute since they have created many problems in our society. الله على الجملة دي. واحدة قال لي ايه ده؟ ايه كلمة slums دي؟ أنا أول مرة أسمع عنها. أنا عارف بومبس يعني قنابل، لكن تيك تيكينج دي يعني إيه؟ تيكينج. طيب ماشي، إكسبلود أنا عارفها، تنفجر. وإيه ده مستر دوت؟ أنا مش فاهم حاجة. لا حبيبي، كل ما عليك إنك أنت تترجم الجملة ديت بمنتهى البساطة، إنك لما تقول إن في ناس كتيرة جدا بتصف إن سلامز، لما تقول سلام يعني معناها العشوائيات. عارفين العشوائيات؟ البيوت اللي هي غير مخططة، حتت كده الناس كده فيك كده وتعمل عليها عيشة، تعمل عليها بيوت ولكن ما فيهاش انفراستراكشر. يعني انفراستراكشر يعني ما فيهاش بنية أساسية. فتعالوا نشوف مع بعض كده بنقول إيه. كتير جدا من الناس بتقول إن المناطق العشوائية في مصر هي قنابل موقوطة، تيكينج. عارف القنبلة بتعمل تيك 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 تيك. طبعا عارف التك يعني تشوفها في الافلام، في الاكشن موفيز وكده، الناس اللي بتحط البومبز والكلام. فتيكينج تايم بومبز يعني قنابل موقوطه، تعبير كل ربع، ويتنج منتظره تو اكسبلود، تنفجر ات اني مينيت، في اي دقيقه. سينس زي هاف كرييتد ماني بروبلمز ان اور سوسايتي، لانها عملت لنا مشاكل كبيره جدا في المجتمع. ماني ريبورتس، تقارير كثيره، وير بروفايدد اباوت نمبر اوف سلام اريز. في تقارير دايما بنقراها عن المناطق العشوائيه دي وزير بوبوليشن. Many reports were provided about the number of slum areas in the zero population. يعني في تقارير كتيره جدا اتقدمت عن المناطق، عدد المناطق العشوائيه دي والسكان. A study conducted by the Central Agency for Public Mobilization and the Statistics stated that the number of slums in Egypt is 1221 areas. طبعا على فكره عشان تعرف كده، في دراسه طلعت عن بيسميها الجهاز المركزي، سنترال ايجنت، الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. كلمه موبيليزيشن معناها التعبئه، ستاتستكس طبعا الاحصاء. يبقى الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بتقول ان عدد المناطق العشوائيه في مصر 1221. هاويفر، شوف بقى التناقض هنا. اول ما نقول كلمه هاويفر يبقى عامله زي كلمه بط، ولكن يعني في تناقض بقى. The Information and Decision Support Center، لكن مركز دعم القرار، مركز المعلومات ودعم القرار، ده مين؟ ده فين ده؟ Attached to the Minister's Cabinet، المرفق بمين؟ مجلس الوزراء. Estimated يعني قدر. قدر إن العدد دوت حوالي 1034. While the National Planning Institute، بينما معهد التخطيط القومي، confirmed أكد إن في 1109 slums covering 20 governorates occupied by 70.17 million inhabitants. 70 مليون و17 من السكان في المناطق العشوائية في مصر. على فكرة أنت لما تيجي تقرأ حاجة زي كده تقول ياه ده مصر ده كلها مليانة إيه؟ عشوائيات. At the same time, a study conducted by the Egyptian Center for Housing Rights، بينما في دراسة اتنشرت عن طريق المركز المصري لحقوق السكن، اكدت ان 5 مليون هاوسينج يونتس، ان حوالي 5 مليون وحده سكنيه محتاجاها مصر تو اكوموديت اكسبكتد بوبوليشن، محتاجيه علشان الزياده المضطرده، الزياده الكبيره المتوقعه في السكان لغايه 2020، يعني بعد 5 سنين. The overall estimated cost of these units is 117 billion pound، وان حوالي عشان نبني ال 5 مليون وحده سكنيه دولت محتاجين 117 بليون دولار. قطعه
هتلاقي فيها تركيبات حلوة وفيها جمل كويسة. يعني أنا عجبني مثلا كلمة، مثلا لما تعرف كلمة public mobilization، التعبئة العامة، statistics، الإحصاء، اكتبها عندك علشان الكلام ده مهم جدا، علشان دي كلمات شائعة جدا في الاستخدام. cabinet يعني معناها مجلس الوزراء. كلمة مثلا slum اللي احنا اللي هو في أحد الطالبات سألتني عليها، قالت لي يعني إيه كلمة slum؟ اللي هي المناطق العشوائية. إذن يبقى القطعة دي كلها لازم تعرف إن هي بتتكلم على المناطق العشوائية فين في مصر، وعلى الأعداد وعددها قد إيه. taking time bombs اللي هي قنابل موقوتة برضو من الكلمات اللي دايما بتبقى متداولة جدا. طيب تعال عزيز الطالب، dear students let us try to answer the questions after we translated the whole passage from English into Arabic. Give a short answer to the following questions. اديني إجابة كده معلش هي للأسئلة اللي جاية. What is the main idea of the passage؟ إيه الفكرة الرئيسية من القطعة؟ فكرة رئيسية. Some students will write slum areas in Egypt. هيكتبوا على العشوائيات slums area in Egypt يعني معناها المناطق العشوائية في مصر. ممكن some people write about the information about the slum areas in Egypt. المعلومات عن أو information available اللي هي المعلومات المتوفرة عن the slums area. إذن يبقى this is very important to understand that when what is the main idea, it's about conflicting reports. For example, يعني conflicting reports يعني معناها تقارير متضاربة. ما فيش نصدق مين بتوع مجلس الوزراء الكابينتس ولا بتوع الديسيجن سبورت سنتر مركز دعم القرار، ولا نصدق بتوع سنتر فور هاوسينج رايتس ولا مركز حقوق السكن. فطبعا لان الاعداد النمبرز ار ار ايه سامع ار ديفرنت. اوكي كويشن نمبر 2، هاو كان يو سولف ذا بروبلم اوف اسلام ارياز ان ايجيبت. ذس از اوبن كويشن يعني سؤال مفتوح ليك، ازاي تحلها؟ So write whatever you like, and I don't like to give you the answer of this question. But think how to solve the problem of the slum areas in Egypt. ده مهم جدا انك تفكر ازاي ان احنا نحل مشكلة العشوائيات في مصر من منظورك. Number three, why do many people describe slums as ticking time bombs? ليه اصلا الناس بتوصف الاسلام دي قنابل موقوتة؟ Because of course it created a lot of problems. لانها خلقت العديد من problems such as ايه؟ زي ايه؟ ها؟ diseases مثلا؟ صح انا سامعك diseases صح. ايه تاني؟ education؟ صح education. poverty؟ ها؟ ممكن مشكلة الفقر ظهر فيها؟ yes. so this is what we are trying to find the answer of this kind of questions. Now let us see the choose the best answer. Report is provided about the number of slum areas in Egypt. RA. التقارير المتقدمة عن المناطق العشوائية في مصر إيه؟ sharp, accurate, compatible, conflicting. Of course, conflicting. يعني conflicting متضاربة. خلاص. conflicting يعني متضاربة، لكن متطابقة compatible لا، accurate دقيقة، sharp دقيقة لا طبعا. ده بيقول 1000، ده بيقول 1200، ده بيقول مش عارف اقل من 1000، ده بيقول 70 مليون، ده كذا. فالنمبرز ار رونج. ذا استيميتد كوست اوف بيلدينج هاوس يونت از ايه؟ احنا في الباسج، ان ذا باسج، ذا باسج ذا رايتر سيد ذات وي نيد 117 بليون to build 5 million house units. يعني الكاتب ذكر ان احنا محتاجين 117 بليون عشان نبني 5 مليون وحده. لكن هنا look this question is بيسميه كده متحول لافف شويه. هو بيقول لك التكلفه التقديريه لبناء بس house unit واحده بس مش ال 5 مليون مين house unit طب الواحده. طبعا المفروض انت هتاخد 117 بليون وتقسمها، الشغل بقى رياضه. طبعا هي التكلفة بتاعتها هتطلع 23,400 23,400 Egyptian pound for only building a house unit. وبكده أعزائي الطلبة انت
انتهينا من passage number 2.